مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. كلمة لاجئ أحيانا تعتبر كلمة قوية، تحبط من عزم كثير من الناس، تدمر الإبداع عندهم، لكن مش عند هدول الشباب. لا، حورجيكم إياهم الآن. هدول خلقوا من كلمة لجوء كلمة قوة، استفادوا من كل الخبرات والصعوبات اللي واجهوها في حياتهم، وأبدعوا وعملوا بيزنس، وأثبتوا للعالم كله إنه اللاجئ لما يجي على كندا مش حيجلس على عاتق الحكومة وعلى عاتق السيستم زي ما بيحكوا الكثيرين، بل إنه سيصبح شخص منتج ويعطي لهذا المجتمع اللي هو عايش فيه وبحبه. هذا الشاب لجأ من العراق بسبب الحرب والدمار اللي صار في بلده، وندعو للعراق وأهل العراق بالثبات والقوة، وإن شاء الله رب العالمين ترجع العراق عزيزة وعالية الرأس كما كانت وستكون إن شاء الله رب العالمين، لأنه شعبها شعب جبار، شعب عملاق، شعب قوي، شعب لا يقبل الذل ولا الهوان. وهذا الشاب أثبت ذلك لما إجا هون على أوتو. جاء وبدأ يعمل عدة أشغال، لغته الإنجليزية ساعدته شوية، ولكنه قرر أن يبدأ بزنس خاص فيه. البزنس هذا بزنس حلاق، يعني مش شغلة غريبة، تعلمها بنفسه، والبزنس اللي بناه في وسط المدينة في الداون تاون. الأجارات غالية، كتير ناس حاولوا يحبطوا، حاولوا يسقطوا من عزيمته، لكنه أصر وقرر. والآن مش بس محله مشغله هو، لا، مشغل كمان 2 لاجئين سوريين معه. يعني لما بحلقوا لك هدول الشباب تشعر انهم برسموا لوحات، بتفننوا، لانه ما بتشعر ان انت رايح عند حلاق او باربرز، اوكي، انت بتشعر انك رايح عند واحد فنان، واحد يبدع في ما يقوم به. وعشان هيك ما شاء الله ربنا اعطاهم، وربنا يزيدهم من نعيمه، لان هدول الشباب بيستاهلوا. شوفوا معنا 3 شباب هدول وابداعهم. زي ما انت شايفين، مكان المحل الاستراتيجي في دالهاوز ستريت، احد اهم الشوارع، اسمه The Market Barbers. هاي تلفونهم وعنوانهم، ححط لكم اياه. هاي اوقات دوامهم، عرفش اذا واضحه كتير، بس بداوموا من 10 للـ7 كل يوم الا يوم الاحد من الساعه 11 للـ5. The Market Barbers. خلينا ندخل على المبدعين. السلام عليكم. أنا أعيش دائماً، عندي أصدقاء كويسين أحبهم وأحب العرب، وأرتاح، قلبي دائماً مرتاح مع الأصدقاء. I come here because these are the best barbers in Ottawa. I mean, I need guys that know my, get my beard perfectly right, and they always get nays the blade. And they get the exact fade I want every time, so I keep coming back. I even if there's a new guy around, where I won't go to another barber. So you know, I'm scared about your hair, scared about my hair. Sure. So how's the vibe here? The vibe's awesome here. Yeah. It's always fun. Always joking around. Everyone's cool. You know, so it's very clean. So I like it. No time.
مرحبا سالم، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. بدي اسالك شو اهم التحديات عشان تفتح هذا البزنس؟ بدك تحديات بالانجليزي ولا بالعربي؟ بالعربي. بالعربي صراحه التحديات كانت واسعه، بس من اهم هي وجود العمال المجدين الناشطين الملتزمين، ها، وهذا من عوامل النجاح. واذا توجد ستاف معين ثابت ريلايبل، ها، يعني اتمنى ان كل بزنس يحوي هذا النموذج الرائع من العمال، مثل ما عندنا احنا محمد والاستاذ فادي، ها، والاستاذ سامر. يعني هذه تحديات كانت اوليه، لكن الحمد لله تخطيناها بالتعاون مع بعض. يعني قبل ما تفتح البزنس، هل توقعت انه ينجح بهذا النجاح؟ والله كان في عندي تردد كبير، لكن الطموح كان اقوى من انك انت تنظر للسعر. الله يوفقكم يا رب. هاي زي ما انتم شايفين احنا حلقنا هيك وطلعنا الحلقة، شايفينها very great. يا تعطيهم العافية الشباب، فعلا مبدعين، غيروا كل الوجه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل